بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل بقول طبعني يا أفراد كم ذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين كسون شرير حديثي باب من جمع الصدقة وأعمال البر وحبابي هاي فضلها يا خيرك وانا اقول يا روحي سود اسكو دري كل ميي صدقه ايو اعماش خيرك خير وانا بدني صدقه نينك اسكو دري اجر كيسي بو باب يي فضغيسي. حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو المصري وحرمله بن يحيى التجيب المصري واللفظ لابي الطاهر لفظ كان شيغينا ابو طاهر با اسكاله. قال لبدا الشيخ وحيد أن حدثنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق قفك بحشة زوجين لبا شيء زوجين لبا شيء من أنفق قرفك بحيو صدق إست زوجين لبا شيء في سبيل الله إلى جدك سكوب بحيا زوجين كاسي وحي إسكن مذا إسكن نوعة أي زوجين كالليدا هذا لبا نيف وجيلا لبا لؤة لبا أريا لبا ضم لبا فر لبا فر لبا فرس لبا ضمير وكلي لبا أدون وحي مال إلا ما أنا إلا بلغ بحشا زوجين كالليدا هذا. حديث أبي ذر أي معناها فصيروا مكي النبي قال له ديي إلا النبي قال له وما زوجان زوجانكم محوية أي نبي حولي فرساني من خيله بعيراني من إبله حبداني من رقيقه لبا فرس وفرده سكمدا أما لبا نيف وقيلة وقيلي سكمدا أما لبا أدونا أدومي سكترسا. وفي رواية من أنفق الزوجين من ماله لبا الشيء اسكمونا ده إنك بحية في سبيل الله إذا أسنوا لسكم من رافيو من جهاد بلغة وضع مسيه في سبيل الله وحلو جيدا في سبيل البر والطاعات أو حلو جيدا إنك لا بشي أو إسكم مدى وأنتي سكم مدى صدقة يستكون بحية وضع خيرا ميل وناس نكون بحية معناها سانا راجحة من حيث الدليل جهاد كالغو فسراء أو خاصة سعامنا والله فسراء أو لو جيدو من أنفق الزوجين في طلب ثواب الله في طلب ثواب الله إنك بحياء الله بشي وحولي سكتر سن ونبحياء إلهي أجر يا خير كجهشت نود يقفك أصغى وحلوك الدواقة في الجنة الجنة لغنى دي رواية البخاري نود من أبواب الجنة جنة البابية اللغيرة جنة مركو كسو بحيو قليو يا البابية لغنى دينية لغنك عنها دينية حال أورنا يا عبد الله أدونك إله يو هذا خير الباب كان خير بدن خير تامرك إني اسم تفضيل تايو إني سن أهين وأز أي تهي وكوانك سي هاي لبدا معنا بوالا مرحبتكنا وحور رجحا إنو سن اسم تفضيل أهينو لو تشيدو الباب كان وانك سينا تكسوكش إما أها كوة كروك خير بدن يا إما هذا الباب كان أنك أغير إنو خير ووناكسن يهي والتنوين مركا للتعظيم تنوين تخير لقليين تعظيم يوينين باي كينيسا ولقوضة يعني ملق والباء الباب كجنة اوتاقيا يوحو تشعيل يهي أدونك إنو كسو قلو وكسو دوينيا وكرامين يتعظيم يا مرحبين وي أدون ملق والبحولي يهي الباب كيان أنو أنشوغو إنو كسو قشا يا فيعان. فمن كان من أهل الصلاة نينك الصلاة والسنة أبدين شري دعية وحلوغة يريا من باب الصلاة يعني فمن كان من أهل الصلاة صلاة والسنة نينك كد ذالي شري صلاة والسنة أبدين شري باللو جيدا ما صلاة فرض. والحديث على أسله والإطلاق ينزل على القواعد الشرعية شرع ضمك وإطلاق عرف يدي يقواعد دي باللو دي هذا المطلقة أين دبرانين هل كاسا لغو دبرا ولغو سيتايا محايا إلي واجب كان نينك لا إيمان وايا الباب جن اللغة يرد ما هي وحابن اللغة يرو الباب هذا النار أبواب جهنم كان اللغة يرد هي. إذن فمن كان من أهل الصلاة
salaadu sunnada ninkii badin jiray ee acmaasha kala salaadu ay kaga badnayd duciya waxaa looga yeerayaa min baabi salaati albaabka jannada ee salaadu ay ku qoran tahay waman kaana min ahli aljihaad ninka acmaasha khayrka la iman jiray laakiin jihaadka asagu badin jiray ee ku caan baxay inuu mujaahid yahay ghazaa إلا أن روح مسلم كاسو القرآن كأخري أو صدقة بحشة أو أعماشة كالقفي عن أي وحكم قعب بحين يا خير خيرك كمبيدة شيء وناقة نين كاسو صلاة دو كفي عن مقليسة نين كاسو صدقة دو كفي عن هاي هبل قرابة حرير انتو كفي عن هاي نين كاسو رنلو نين كاسو وانين ذاتك عافية نين كاسو توكل يدلقات نين والبا وحبو كعام بحا يا وكم مقعب بحين يا ميش مركا كوبين غالب كوا أيادو إلا نيسا فمن كان من أهل الجهاد نينك غالب هو عمل كيسو جهادك إيا قال ذي عذو قيل الله اسكعي لي دعي وحلو غير يا من باب الجهاد مركا أما فرض كفاية هنقض جهادكم مرنا باسك وصلنا من نقض جهادكم سيدي السبا مطلقا أما فرض كفاية أما فرض عين صلنا من نقضه ومن كان من أهل الصدقة صدقة صنة يتبال لو جيدة صدقة صنة يتبال لو جيدة نينك سكاد أصدق قطقة أزوج و صاحب كبيرة ما أمانه ومحل الذم من بتاعي وإن لا عمباريه هذان لا تكفير نب ون أبواب جهنم اللوغيري ومن كان من أهل الصدقة صدقة خير سنة يتطوع عنك كود ذلك جرينا أما كعام بحين الدعية وحل لوغيري من باب الصدقة صدقة الباب كيدا ومن كان من أهل الصيام صونك سنة أنك بدين جري صونك واجبك كي كتغي ما أما الصوم الجري ما معايا المسلمين تورن أي صوم واجب كأصومة أو زكاة واجب كأبحية أو صلاة واجب كأتو كذا ضد كان لقاها الله هينا وضد فرق تيرس أو مسلمين تكوير ضد كان لقاها الله هي الباب ذات النظر أنت باللغة يريو وحاويان أما الباب كان قولي ذا اللغة يريو وضدك عام بحي مسلمين تنا واحد دير أو صنك عام بحي أما فرض كفاية لقيتك عام بحي أما فرض ضيعيه كعام بحيوي ومن كان من أهل الصيام نينكي أها نينكي كميدة ذاتك صوم كبضي سنة دعيا من باب الرياء الباب كعكنان تايد إركت أيا اللغي لها يا اللغو من بحايي قال أبو بكر الصديق وحيري رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله يا رسول الله رسول كلاه يوم ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فليدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم حول صحابه ما على أحد ما ضرورة على أحد ماذا اسمه هذا ومؤخر كاظم بيه ضرورة من تنوى حلوك الرجال للمبالغة والاستغراق والاستغراق ما ضرورة ما ضروري واحد لبا ما هي يتعب يمشقي مشكلة ما هي ستو على أحدين روح دشي ما أهانين كاسو يدعى اللوغي يريو من تلك الأبواب الباب بدأ أتصوشك تنبع الباب كالصلاة متك الجهاد متك الصدقة متك الصون قفك اللوغي يريو متك كميدا ننكا واحد يبا مقابو وننقو ليست النبع الله لكن سؤال بانكو ويدين إياي فهل يدعى أحد من اللوغي يريو من تلك الأبواب كلها الأبواب تا أتصوشك تنبع نن لوغا عن هذه المجرة ومركو صا أصبعه الباب صدقة اللوجي يدي ومتك اللوجي يدين هي قرابة حريرسك ومتك الجهات كل لوجي يدين ولقن نادين ومتك صلاة دلقن نادين ومتك الصوم كل لقن نادين نبع الله متجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على حوري نعمها وأرجو حان رجينا يا أن تكون إنا نقطه منهم ممن يدعون من تلك الأبواب كلها الرجاء من الله ورسوله واقع لا محالة إذا علمه الرجاء من الله ورسوله واقع ادو رسولك وحان رجينا يا اله اما الله اله هذا وحاوي واشي له بو دعيه وهي غدال بيبا كيمن دونتا حديثك معنيه سو حا كو عدين انت وا مثال افرت الباب الا شيغي افر الباب الا شيغي صلاه جهاد صدقه صوم بالا شيغي جندون سديد الباب بيلد سديد الباب افرت كلام مقن احاديث كلات المانتي الباب وحاكمه باب التوبه روح التوبة دكوا عن بحيي مركو خلاص ما ينو توبة كانوا دروب تصغائر تا كبائر تا كل ينو كتوبة كانوا كوا عن بحي الباب كدت كدت كعفية عرض قرية أركس ذلك أن لهين
روحه كخل دم إسكعف فيها القلب جسنا الباب جونا اللوجيري وحاكم إذا الباب قد ذكر كرال يكون إله قدوس يقدر كيسة الباب مركا دور أياجري الباب كأفراد وتوكلك توكلك على الله أفرت الباب حديثك لا قدر سيدي دم مركا ساسي نقولي إذا سيدي ده الباب مركا الله شجوا سيدي ده الباب يتشنده لكن أعماشي مركا الله في واجبات كي الصنن كشرعة ينوجد يسي بقولنا الباب وي وبقولنا الباب بين قنيس اللي أنت صنع وشرع عضو ظاهركم حكينا يا عمل الله خيرة إنك كعام بح الباب جونيا يا اللغي يريا مرك الباب هو مثاله ما ها حصر ما هو حصر ما رواية أحمد الحديث ك أيضا وحي أورنا يسلي كل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل ترى مرك عطينيس هنا يتاي لكل أهل عمل عمل كستو خيرة عمل والبو وناكسن عدك عام بحضي الباب إليه ذهي اللي يغيره وعمل كأساقا لغنة دون لغم عدبي برق إحسانك سلادة قرابضة قرآن أخرسك هولها إخلاصك صدقك الباب والبا يعمل البو وناكسن الباب قنو يالي رواية أحمد بففايسي لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل مركم معنوه سيدة سوي حدثني عمرو الناقد عمرو محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد الكسي أم الكشي نوال إلى ذلك قالوا حنا جماعة داسي حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد الزهري حدثنا أبي وإبراهيم بن سعد حدث مريسين بن إبراهيم بن عبد الرحمن عوف الزهري عن صالح بن كيسان الغفاري حاء وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني كلاهما لبضوا ضبا كلاهما يعني صالحيه هي معمر كلاهما عن الزهري زهري بكقاتين بإسناد يونس سنة يونس إن هذا مرين يونس لو قبل الله آخر ياي كذا اسمه الله آخر ياي يين نون كله قدوا الله آخر ياي يونس يونس لبضوا الله إلى ذا وأدوه بقدر يجيب الحور شيخه ما قع يونس سخل دم الله آخر ذا هين يونس بالله ربنا ترى ذي هذا قد نون كان قد عكوس بعضي يونس نين يسحن تاعه اسكو هذا سيد الصمد وأخذنا واصح سيد كلنا واصح كلاهما عن الزري بإسناد يونس أما يونس ومعنى حديثه يعني لما بدأ وذاد معمر عن الزهري يا صالح بن كيسان عن الزهري وحين متابعين أيام بشوق كلية هاي وذاد كوري يونس إنه يزيد الأيلي عن مشاب الزهري ومعنى حديثه حديث كيس معني سبا الشيئين ويوريين لكن لفظ كيس ما يسنورينه وحدثني محمد رافع القشيري النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبير وذاك الأورنج ريعان كهماعك وأهوي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري وفرعي ورصدي زبير بن عوام حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي حا وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين واللفظ له لفظ كان شيق دونه محمد بن حاتم بايسكالي يعني ما لها محمد رافع وحولي مرك حدثنا شباب بن صوار المدائني حدثني شوانين ثقاء حافظة لكن حقوق بيعة الإرجابة لقدرة حدثنا شباب من الصوار المدائني وأنا كيبدا إنه تلمام ترينه ليه وليبا نظريات خربا أو إرجاع كصوب بيرت واجد أمركو أركي فوق هذا يا أهل الحديث كسيو عرسنا يا مرجاء هذا يسوي حول الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل بور مركز اللي محاد كوطه وحول أن نطق بالشهادتين وأنا قول وأنا عمل بور جوجوك ما يشهد الجوجوي وحلوة استمرجات الفقاء معها هنا إلى هذين شرائع يا عماش ومن شرائع الإيمان ومقتضياته إيماها من حقيقة الإيمان ومسماه كمتر صنو أما جزء من الإيمان ماها بيدي الدنايا أصلا أنتم بلي مدو حيري شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومحي وقول وعمل أنطق بالشهادتين أو قولك كلية نقول لبقى ابن وقدك مرك أحمد وحيري وحلي مد بدعة سيئة الله يسكي إلى نيمك أحمد كدك جروي إنك شباب إن الصوار المدائن حدثني شيبان
ابن عبد الرحمن التميمي عن يحيى بن كثير الطائي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري انه سمع ابو هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق الروح بحيه زوجين لبن نوع لبن مونت اما لبن نيف في سبيل الله اله جدك سكو بحيه دعاه حاو يريس نك اسغا خزنه الجنه جنه الباب ده ملائكته هيس او يريس كل خزنه باب باب الباب كستا جوجو هيد با او يريا باب كل خزنه اما كل خزنه باب باو يري مقلوب انه يهاد لغا يا باب وحافظك او قلبي او كجرو دبا ملا معناه وحا لو جيداون الباب ملائكتي تاغنيد خزنه كا هيد الىان ليس اي لو امني با تا يا كو دواق كو غعن هادين ما هي اورنيان اي فلو اي فلان هبلو هل كان كاسوغل كابتن ايمو اي فلو يعني هو لغه في فلان يا فلان مشى اورن لهيد وحابنا اما اي فلان ادي لهيد ان ترى اي فلو ولغه في فلان هبلو ورياء وكله وهذا ما ما حد ما وفلان تقول ترخيمي كذبنا على غير القياس لو كاني يا فلان هدي لترخيمي وقيبت الدنب لغوي نونك لغوي اما الف تلا تغي نونك لانك ان لكور دغي دبايه يا فلا ليدا فلا ليدا اما فلا ليدا او لانك الى مش حركه ودنبسه لو دايا المهم إن اللغة في فلان تهيبا لو بدن ياهي وهذا وحده هو منادى مرخمة ترخيم غروات قانون وقيبة دمبلوجين جريعة عائشة وكليه لما له محمد ومحي خزنة كل باب الباب كست ملائكته سوحي كورنيان أي فلو في بلو هلما كالي نو كالي الباب كان كسو وقال أي أقبل فقال أبو بكر الصديق وحوري يا رسول الله رسولك إله يو ذلك الذي لا توى عليه ذلك انك الباب كسلوك عن هذين الذي وانك لا توى عليه اي لا هلاك عليه وانما دباته سن تو هو هلاك يو بربرك يجيري دمشد اسل كيسو اذا انك وحوي وانن قوليست او روايه هراك وعد ما على احد يدعى من تلك الابواب من ضروره اي من ضرر وتعب واحد دباتا يشد انك مقب ما نهيست نين الباب كان اللوغيه محاكم مقب كودون بها هذه قال رسول الله رسولك أبو حرس صلى الله عليه وسلم إني لأرجو وحان أبو بكر وحان رجينا يا أذو لا توى عليه وبطريه أن تكون منهم إنات كمد نقط والرجاء من الله ورسوله واقع وإنك سوني حديثك ابن عباس هيا عدي حديثك ابن عباس با معناها فسيري أو عدي حديث ابن عباس عند حبان ابن حبان وغيره وحكيمت نبقى وحوري يدخل الجنة رجل نبا جنة السوق اللي دون الباب إذا إيماني فلا يبقى أهل دار ولا أهل غرفة إلا قالوا مرحبا مرحبا إلينا إلينا نوح نبا جنة الباب كذا إيماني أما السوق لي مرك كاسا جنة ذاتك كتشرو دان أما ملائكة تشكتور دان با سود وين حرنا ين سود حق اللغة دواق وحق اللغة يري وقرب اللغة يري وأصب اللغة يري ملائكة البوحيلة ذا حق أيها هل كان أيها كالسوق مركزه أبو بكر وحوي نبي الله ننكاسي واحد يبقى مقبه واحد يبقى مقبه مركزه نحن أجل وأنت هو يا أبا بكر وأنت هو يا أبا بكر ها ننكا دب مقبه شدنا ما هي ستوى قول استوى اللي باني لكن ننكا أساقا يلو اسكول لين دونه وأذيك وأذيك أبو بكر رواية ابن عباس حديث ابن عباس بعدي عند ابن حبان وغيره مركا الرجاء من الله ورسوله واقع لا محالة معناها سال قوضة إذن قضية حديث مكو حكوتوسة إن لقود دالو إيه وحب حنتا لأنه والقى باللابي عرف العرب إيه في صحاب العرب وحيث ما ينبور سيبوي إنه يكب باللابان شيء بشي وكم همسي شيء بشي وكقيمة بداي بهذا الكب باللابان سيد أكل مونت كلية هي هذا الكوكل حبنا علوسي هي كوب اللابان تذكر في الصحادة أفمال كا حكم الله أنا ساسي يلا نبي قلنا سيد أوي هادي من أنفق الزوجين في سبيل الله كذب صلاة هوله كلاي يا الأخير صادر تبغى أوك يعني مسلم كتاب الزكاة حديث كأوك يعني لأنه زك إنفاقه ومن الصدقة والزكاة يهوز كي يفرع كيه يفرع كيه
حديثكم مركو حقل يا أسل كيسو مركو أنت على قصة تقول ومن مناقب أبي بكر بو كمدي هاي صادرت إذا مسلم حديثك وسوع لندونا وسوع لندونا في كتاب المناقب أيو كوكين الدونا أبي بكر فضائش كوكين الدونا تكرار كاسو سمين دونا. وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال أحدنا مروان يعني الفزارية يعني الفزارية مروان بن عوية الفزاري عن يزيد وابن كيسان اليشكري عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما ما لما المهكم النبي وحيلي من أصبح يا وبريستي اليوم ما أنت صائما سقو صوما منكم حالو إنك تقمد ياهي إنتينا مسلمين تا ننساك وصوم واغو أقبر يمليدهين. قال أبو بكر حورة أنا يا رسول الله رسولك يا أنيقا ساكا صن صنع واغو إيقو بريي. قال أبو حورة فمن تبع منكم اليوم جنازة يا مان تراعي جنازة قف مسلم والحبالي والسي وذي يا كقيب قلي حباشي سي جنازة ديس. قال أبو بكر حورة أنا نبي الله أنا كقيب قلي أنا قو صومن. قال سبحانه حورة مركلي صدحات فمن أطعم يا قوذي منكم حالو إذنك إذا كمد يا مسلمين تا اليوم ما أنت مسكينا نباهنا ومسكينا تبردرا. قال أبو بكر حوري أنا نبي الله أنيقا هوشا سمي مدى أفراد. قال صبر حوري فمن دعا فمن عاد منكم اليوم مريضا فمن عاد يا بوغضي منكم حالو إذنك إذا كتر سنيا اليوم ما أنت مريضا نرقف حنونسا. قال أبو بكر حوري أنا يا رسول الله رسولك أنيقا بوغضي ما أنيقا ولبا صحابك بوغضي عبد الرحمن عوف الزور حنونسا بوها رواية كلا عدي عبد الرحمن عوف وحنون صبا وبكر صوب وغد ولك. قال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا كما كل ما في امرئ قف مسلمة إلا دخل الجنة جنة وقلا أفرتاح علامه سيسو أيو أي سنة قيمها بدن قف مسلمة كما كل ما مال قده إلا جنة وقلا هي أما بلا حساب وقلا أما جنة وقلا أسوق النار لصوم مرينين ويمعنو محايا لي أهل التوحيد ودن جنة ويقليا أهل التوحيد ودن جنة ويقضن بيني معناها اللي يجي نمركم حون نغونا يا أفر ثانين كي كل ما جنة ويقليا حساب لآن ولا عذاب أما هبا اللي حسابي نار أكمر مايا نكا أسقا شقلكم بلا جنة وقليا أسوق أسوق النار لأكمرين لبدا معنون بصورة قال حديثكم وحكسوا علين دون إمامك في فضائل أبي بكر بكسوا علين دونه. إذن أبو بكر دوار كيسان ومد الصباق بوهاي خير كلهم بوقوه الرئينا يي ساك يا صون كوا بريستي آنيقا يا مسكين قودية آنيقا يا قف مسلم جنازة الرعو صاحب علي آنيقا يا قف حانو صنبوغ لي آنيقا. إذن سنن كاس نينك كد دالي واجبك حقا دقايا مالك سرسو قيني ياوي مرك والبداية تدل على النهاية الحفاظ على السنن ودليل الحفاظ على الفرائض والواجبات سنن كأولا إلى اليو الله دوره وحيكوتو سيسا إن روحا سئو واجبات كان مال صارو إلى اللي سنن كان مال بضن بالغو دوره. طيب حديث كان مرك مسلم وعزيز المخرج عزيز المخرج وحديث كان مال أسقى لا تفرضي كتب تسيت هذا ما كله فيريو أدعان العادة اللي يقانو سك لقوا النقضي لكن مطلقا لما قلنا نقول النسائب لورية في الكبرى نسائب لورية في الكبرى وكذلك البخاري في الأدب المفرد بكورية لكن إلا إذا قل ومسلم تفرد بإخراج مسلم كسال الله إذا قصده شارح الشيوذات كان توبيان كه ولقونا كسنيا لا ينسي مربى دوري وحاول يكبره صغره حين يسكو كتابه هي إن ابن السن وكسو قاب شي كبرها أيال يسكوها يا بسادات مزي مركو تخرجين كتبته تعفيه سنسي حكتر سنيا كتب ستة كبره سي صغره سبا بيوكتر سنيا مركا بخاري حديث كم موريو ترمذي موريو ابن ماجه أبو داود موريو النسائنا في السنن الصغرى كم موريو حكوريا في كبراه أما البخاري ففي الأدب المفرد وتقرنا إسام بيلتاي وحكوا النسائي كوريا في فضائل السحابة
فدمكم مريو إذن أبو بكر هوشاس أرورتا كوكولانتي فدغاس النبي كرتبي ماشا أني وصحابي قصوع العلية أنا صدح على بين نقطة أنا للإخبار يا أنا للاعتداد يا أنا للتعريف عند الاستدان صدح لازم أنا النقطة أنا إن أتداو أنا جوي يو أنا جا أذو جري يمد أو جراعي أو إذن دلبه أي أيذو وكراهو وكي جابرو عيدي جابر النبي محمد بن سو بغضي سو جاري أنا دون يرتي أنك لإبسن العكس إنه يسيو الباب كي بانكوي مركز النبي يقول واكما وأنا جا مركز النبي يقول أنا فكأنه كرهها أنا محيي وعند التعريف والاستدان وحال الربا إن المقع هذا شكل أنا هاد أنا قاعد أتلا نقول بانو قرن كرا عد كذا يعني الله قرن يبى لقيا يا با مرك مرك أسوق الله ما أقوله أنا حين عند الاستيذاني هم وحوي الله ما أقوله وكراه أنا للإخبار شيء جا يا سمي أنا قا مرك يود يملا واتو سمي أبو بكر والإخبار حبات شيء جيسا مرك يتهيلي الاعتداد بالنفس إن سامانة يسوع واتو إبليس أيضي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين مركا أنا هيدينك لا بحضو أنا عند الإخبار لا بأس بها وعند الاستئذاننا وكراه هذا حرام بالنقنين للاعتداد مركا الحقوق في رها صلاح يسجر كتابان يزنا يذكر سوق هذا يزنا كبر بيكوتستا صادرت الوداد بمركا أنا إلى هذان وحيدا وأعوذ بالله من شر أنا أبي الرعيات وأعوذ بالله من شر أنا وحا أنا سمي وأعوذ بالله من شرها أنا ذو حكيني سأنيقا سمالوية إن أنيقا يلي رق إسكرب إن أنيقا يلي هي رق إسكرب بيلي هذا أنا مركة صدح هذا معنى النقطة هذا أبو بكر محيو الشيقي وأنا أجيلي واتيف عنيد للإخبار عند الاستدانة ماها إسقاط قادتنا معها طيب وعقول حديثك كجرة قفك أن لقى بقين حديثك ورنا وكجرة كي أبو هريرة يمتك أطوضا بي أبو هريرة لبدا حديث بوحا كجرة قفك أن لقى بقين أمانتي سينو كفت نوبه أما اسم هذا أن لقى بقين غرور يعجب أن لقى بقين إن وجهك سلقوا أمانك وكان النبي يقول وإني لأرجو أن تكون منهم أجل وأنت هو يا أبا بكر هنا النبي حوري ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه وابو بكر انضم من اهل الجنه طيبوي او شمرك عليس ملها قفتي ان لقى بقينين انه كفدنوبه اما غرور يعجب وكدعه باب الحث على الانفاق وكراهه الاحصاء وحبابي هي اسعرابنت الاسكو عربيي الاسكو بوري الاسكو غوبابيي على الانفاق ان وحل بحشو يا وكراهه الاحصاء إن لا تركوه وحد بحنيس أما لا تريو إن لا كوده لسك إلالي إلهي بوحد تعيش هاي إنو كو إرزاق من حيث لا تحتسب أبو محضو حسابي سا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزق من حيث لا يحتسب يا الليذهين إذا وانا ربطان هوشا إلهي يو إرزاق لا ننفلين عفما ننفلين بل أبو مركا ويحي محضو حسابينيس اسكا إلالي اجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب مركا إلهي ينو حقوي حسابا ما تشعرد تنظر وحارتا إلو قال بغير حساب ولا عذاب إلو إرساقه بغير حساب وحلو سيو وهذا ربطا عافمات كنا لقو قونطين ووحل بلقو بذي أو محاد وحيرد بحين يسوي حساب إيسا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث ابن طلق النخعي عن هشام بن عروة ابن الزبير عن عائشة بنت المنذر ابن الزبير وحاسكسي هشام بن عروة قبلنا فاطمة بنت المنذر حاسكسي وزوج يروي عن زوجته وأنا المأذير رنأ منذر بن الزبير أي عروة بن الزبير باوضع للي ياكرا للي نجيدا وأنا المأذير وأنني حاسكي أيدوت نبي وحكورنا يا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأيود حق أبو هاي إلي منذر بن زبير يعون زبير بحار شيء أسماء بحار شيء بنت أبي بكر الصديق مركا وأيود أبوي قال أسماء وحيد جري
قال لي رسول الله رسولك وحي يقولي أنفقي وحبحي أصمي وحبحي أو صدقيسو أو بس النبي وحي يقولي انضحي وحفردي والنضح أسلكيس ورش الماء بيه الله فرديو أما للرشيو أما للصيرو الله بالبلوي كناية عن نثر المعروف ونشره سيد بيها الله بالبلو الله صيرو أما الله فرديو يقول كل يقو قويو لوغو بالبش ميلها كلول أيها وحال أدونا أنا أقول بالبشوط أضع هذه الزولة الدونية خير كيوس حوله أو اندحي صدقة يمالك بيح أما فردي أما الضادي أو انفحي نفحه بشيء لك يعني ما أخذ من قولهم نفحه بشيء إذا أعطاه نفحه وإن لقو قرت له وحن بضنين لقسي أنفقي وحبحي أو انضحي حولها ضادي هسكود تشنين أو قوت أو انفحي أما بحي سي اسكمدوه ولا تحصي هترنين هكوبين بشان وحي أن صدقيستي بوق صوبحي لما رب ها حسابين حولها كام مقاني دين تدي حقوق الولي على الحسابة وحد ديوان كآخرات لقطي إذ الله أودي بتي لما حسابه حديث كسابك سواء شيء قدونا ولا تحصي هاترينين ترين تو حكوك هنا إيسا محلو دي دي هاي وحكوك هنا إيسا إن أدوحي أدوبك تتألي الله بشاني وحفي عم باد بحسي صدقة باد بحين إنتنا كوكو فلاني مقان الله وروحي وان مهران بحين بش دم بصونكو بشان قرشيه دي وان لقون دي بچت كي وان دم ماضي لبكا سيكينيس ولا تحصي هكوبين هاترينين وحد بحين إيسو فيحصي الله عليك ورب كوتري أضونا رب كوتري وكوقون طين أضونا الجزاء من جنس العمل سداسوي فيحصي الله عليك وجوابت النهي مرك ويقر من تاي ساسا يقرأ عليك كله ولا تحصي أي ولا تعديوي هاترين هحساب فيحصي الله عليك ورب مرك وكو حساب وكوتري حديث سابك سوحوها ابن حبان ويسع عضيسي وحيد أسماء وحيد لقن أولا هيد انت النبي وهوشه كبرى روشنين أنها إذا أنفقت شيئا تحصي مركي واحد بحسو ميل بيكو قرن شرتي وحيد أكو كلفينا وذلك الزبير يقبي من عوام صحابي ير أذكبو أها هوينك قدرا إلى سيقى أبو بكر اسكو حماده نبي وكار حق لي أدبو هوينك أو قدر راي حقا ما ملك ذي قرشه هذا نجع عن كل لواه. مرك أيضون هؤلاء يصير رك أودا قنطة أيضون الله بحين يود هذا إسلام كلا تاي زبير بلا ما يصير قنطة. أبو بكر بيك سجدة. مرك أسمه نبي قو أركي وقعد إلي قيس قو قيس كيسي. حوري أسمه وحد بحسوا النفقة يستها قرن ها حسابي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا تحسي فيحسن الله عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك هكوب هوالين وهخشب هقندين ابدا اذن اسوغين بحي قلب سمك بحي الله يحساب سنت ادو مالها كقرني واقدم وحيكين اني كل بدته وحي هذا الحساب تو كل بدنيا واسو بغيسه وحليدا انت كوغو فلان انت كوغو فلان بني ادم مركا وحو اسوغو بخيو ايا لبتا وحي لاسينا ولا يرادا سؤال وكيدي جري النبى عو إله وجوان لعاجة إله وجوان لعاجة يوري وبري جوان لعاجة لو سدتي جوك إله وحمالك صور راعبه حمالك قادلها حمالك صور راعي جوان لعاجة بري هاي هدي جوك لو سوسي مع حمالك قليه ما سوتون قصرت بنادم وح أيه وعي بحيان ولبطة ها وحلاسين ولا يريح توج بالمركة حسابي ترى ذا توج بركة وحي كجرتا مركة واحد بحينيس إنا أضوء هذا الحساب وحدنا عمر الناقد وزن حرب أبو خيثمة النسائي ويساب بن راهيم جميعا عن أبي معاوية الضريم حمد خازم وفرس هذا مركة وذلك حفص من غياثها يكب الله بي مسلم خلاف سنة كجر الربائين وأسوى الرجح طريق الربو
مركة حسن غياث عن هشام بول جهدين يحجية هنا أنا محايمت أبو معاوية عن هشام اختلف في الإسناد على هشام ها وانصوم ريسكاس هشام من عروة عن فاطمة وانصوم ريس واني شرحي لها وداد يحاس كيسو حكا لورن هاي سمانا صورة مين وركاس محايا قد عرب عايشة مياه يعني. ورع الصبح جميع عناني ومعاوية الضريبة دي عرب قد وقرد عيها لك ويا وشاء الله صحو جميعا عن أبي معاوية محمد خازم الضرير قال الزهير وحوري الزهير ابن حرب أو شيخ مسلم وحوري حدثنا محمد بن خازم ومقعي وذلك أبو معاوية بسوء عديي وذلك كريس إسحام إبراهيم يا عمر ناقد أيه وحيد هنا عن أبي معاوية هذا أنت سجدة إن بدل ما هو صوع العلي صدف أنت حدثنا هشام بن عروة عن عباد ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عباد ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق التيمية قال وحيت لي أسماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفحي وحبحي أو انضحي وحبحي أو انفقي وحنا صدقيسو ولا تحسي هاترين واحد صدقيسنايسو فيحسي الله عليك وربك وتريه أما كوكوبه أما كوكوندي ولا توعي ولا كشب هويلين بمعنى هيرين واحد بحنيس فيوعي الله عليك عليك وربك هويلين استأذون وحي وكار الرسول يعني قعنت هذا علين هويلين ولا توعي من الإيعاء إيعاؤنا وهنتضو ويل جهده أما جوان هنقضى أما ديل هنقضى أما أبا حد هنقضى أما هن هنقضى تانا وحي كينيسا وحبها قرصني وي وحد ميلها كردو انت بضان لما صبحيو لعقت مك هذا جيبك ايو كجرتو اما ولدك واد بحين هذا ان بيسو كجرتنا ويادكتنا بحيسو هذا اكون كجرت كبس يدرنبا مركا ميل يويل هدو كواتك ايقدا ويفوقتهاي ما صبحين كاري صندوقي قفولك فريه كان اسكتك مسكينو مقا الله يكون سهلو بيتك مكا دنب باشن حتى الله وحاول ميسكا كوسا الرادو وركوا فانتين بيلت حسين معاتي توق قعاديك بكات ولا توعي هوالين يعني حوليها لضيع مئة لكن يعني لقو سمين تصرف كينية صدقين البحين ويدو حال القول ويدو ولا توعي هوالين فيوعي الله عليك ربك أول يستخير كيسي وحدثنا ابن نمير محمد حدثنا محمد بشر العبدي قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نبقى كجري نحو حديثهم فذكر وحوشي محمد بشر وحوشي أما ابن نمير وحوشي نحو حديثهم حديث كذا قالوا وحوشي هذا محمد بشر وحوشي نكو أجي وانا سيدة أصل نقنجر المطابعة وحيث إلا إذا نحو حديثهما نحو حديثهما لأن حفن غياث عن هشام باصوم مرتين إيوه أبو معاوية عن هشام بن عروة لبدأ وداد باصوهر مري هذا وحام متابعي محمد بشر العبدي عن هشام بن عروة مركا نحو حديثهما إلا الله يأهد هذه مركا سيدة اللي قصة عضو جمعة وإن لعلي شيوخ ذا أولا إلا هذا شيوخ ذا رؤوس وشك عم ناقد يزوي بن حرب إسحاق جماعوي نينك وحشيغ هنا وابن نمير فذاك ابن نمير وحشيغي نحو حديثهم حديث الجماعة ومركزي متابعة ناقصة أي نقونيسة طبعا ناقصة نقونيسة هديتها نحو حديثهم ومتابعة تامة نقونيسة ساوك لفهمة المهم ترقدني أولويتي حديث كان وحيجي وحال سكو خلاف هشام بن عروة وحون الرجحي رواية حفص بن غياث رواية حفص بن غياث وهذا أصوب بوري أصوب محايا إلي وحديدين هاي إلا يسكو عطفه وذاتك عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير إيو فاطمة بنت المنذر فاطمة بنت المنذر ابن الزبير إيو عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير واقوي لي إيدي بيسكو قادين سو سيدا ما بك الله فيري
إذن وحو قبا مرك دار قدني لبدن رواية تا هوري اي حفص نغيات اي فاطمة بنت المدركلية حديثك كردكتي عن أسماء أيا كحو بدن مد أبي معاوية اسكول الرأي فاطمة بنت المنذر إيوه عباد ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير لكن ترجيح حسات وحكى في عنبد مودا طريقة مسلم طريقة مسلم حي إلي وحكيني وشاهدك ضنبؤك أنا متابعة ضنبؤك أنا إنه حديث كهشام ما كان لجوار إنه عن عباد محفوظ يا حي إلي محمد بشر باوري عن هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء مرك هشام عباد نو كوري حديثك وحكى لو كوري فاطمة بنت منذر حسك سوى كوريا مرنو كلا قادة شري مرنو اسكو قبان شري روادونا كل باقاب كشيخ وقام مقلان بيكو شيخ شري هل قاسو مسلم مرأي محايا لأبو معاوية الضري وانيثة قوة جبلة من رجال الجماعة مع ذلك وحام متابعي أبو أسامة حمال بن أسامة متابع عند من حبان صدح كل أبو بقول يستقال هي متابعي حديثكم مركز شاهدنا وعليها من حديث عائشة من حديث عائشة يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك أبو داود بنكم مرأي أسماء يا عائشة ووريد عائشة لفتركيه النبي وحكو أركي مركي وحب بحينا يسو يأضونا إلى الحكو دي جرتي محان أسبوعا بحيه أسبوعا محاين أقب حي أنصدقي سنة شو أسبوعا وان يريني لو قربوا النبي وحكو شاكا مالي كالب عائشة مرضا بلقا مغلي كرو لا تحسي فيحسي الله عليك ها حساب ها ترنن بحي إلهي با حساب الله أنكسينا إيه مركو حل حسابه وهولها كله صدقني إنه لين الجوتي بجدها وصميننا بوجها كقرينا أنت بنو طلق لي بشه شركة السنة كأنت أصل وأنت نوي بحذي يدين كجان جو يهوش أيضا قرش حماها جوتي إيمان لام بيك أنت واجد مرة صدق لام بيك أنت أنت أيرتا وانك تبلش قرآن سنة وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله بن مروان البزاز البغدادي أبو موسى البغدادي قال لبدا إمام محيد هذه حدثنا حجاج بن محمد المسيسي قال وحور حجاج قال ابن جريج ابن جريج وحور عبد الملك بن عبد العزيز أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المكي وذكر نيسا أن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره وحوشي وقلت بريي ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي إن النبي أتمت ما بقى أتمت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال ذو وحي جريا النبي لنبي الله يو ليس لي شيء رواية عند النسوح أنكم مري إني لا أملك مهنت ملئه وحولا إلا ما أدخل علي الزبير بيته فأخذ من ماله نبي الله وحق عنده أنه أنكوه يمجره وحو الزبير قرية كينه أنبا أنه حوليه حوليه سوح مكبح انكره ليس لي شيء وحانتا إيماءهان إلا ما أدخل علي الزبير وحو الزبير إيسو قرية كينه بيلاهان أما هانتا أهان وحركه كيرمه وحي سيدا قبر الأولى ذاي رواية أحمد بعض يسير وحيتر يا رسول الله إن الزبير لرجل شديد نبي الله زبير ودكت وين أذكرك وأنا أذك بيتري شديد ويأتيني المسكين مسكين بنا أي منايا زبير حوا لحج على كورا سحابي كعمر مركو قال لا خلاف هذا مركو قال لا يقول هذا زبير ودي بلها حلك المسلمين طبعا كبقى هيا إنه ما ضحك كتبيه أصقو شيرن إياه ناف كهلا هيا حوالها سيد الأرض اللي أدب ويقانو لحج على كورا مركو نينك خليفكم وحال الربابوري إنه وصل لحج على هاي ديك الهدوء وتذكر حكول الله ينيا هبل الزكية وحكوب باقض الشيلين باقوب باقض إيه إمبو يروحي ماذا حتبي مركع عمر ولا الكساس والنقضي وحي صحابة أيقو نحضو ذا إذنكم مصو قران كرتان حجنا إذي ما أها عند أهل العلم إسكي إلالي متكونا كهر الله قوان ماي ورأي اجتهادي قول بعض في بعض حجكم أها على الآخر إن الرزوير رجل شديد والنبي الله ويأتيني المسكين باي إيمانا أتصدق عليه من بيته بغير إذن بيته نبي الله وحزر حوه والحشادة وكل ياهي وقالك الزبير مسكين بيريد سوء استاقي حوله الزبير أنا ويدينين وحما كسين كرا مسكين كأساقا حديثك وأصل كسوء سوء
waxay tiri gabadhu fal calayya junaaxun dambi iga soo gaadhaya an ardakha inaan u qurutuli ama u farataago mima yudkhulu calayya wuxuu zubeer ii keeno wuxuu zubeer guriga keeno ama biil ah ama hanti kale ah anoon ku ciyaarin ama aan baatulaynin wax macquul ah ma ka siin karaa miskiinka yimaad qaala nabi wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam irdakhi wax yar ka bixi radkhiga asalkiisu waa waxaan badnayn يرضخ للمملوك والمرأة والصبي إذا حضر الوقيع صمد مغازي ذا ماذا كسمرين أدون كأيو هوين إيدي إيو المها يرين دقال لم يكرين هضي ما دان جهاد كي ماشي القد دقال لم غني ماذا سقرب حلق مصي لكن والله قصم رياه وإذا حضر القسمة والقربة وكلوي حقوي كعي قبان يالله سينيا موند إيو هل مقونا لغا سيني meesha ragii dagaalamay waa weyn ayagu qurub wax la siiday ayuu saddex meelood meel iyo nus iyo waxba loo tuuray marka irdakhi wax yar ka bixi weeye faraha wax kaga qaad ma istatacti inta awoodo walaa tuuci haweelaynin ha kaydsanin fayuuci allahu calayku rabbika ha kaysada khayrkiisi yani intaad tirada zubeyr baa wax keena mazuu adag yahay sadaqada ha joojini wuxuun ka qaad مكو كان جوان راجينا كيلو دو كبح عانها فعدو كان وحكا كبلقي بقولك الدرهم لا بدرهم الدرهم كبحي هدين بو نبي صلى الله عليه وسلم وادبحين بغير اذنه لكن وقلت لين فرق قات لا فرق فري رسول وحيربتي وراح يركبتي لكن باشا ديل هضرب وركب فانتين بنو ملاي حديث كان لبتركيز وسند كسوال اسكو خلاف طريق كان هذا مسلم دورته وحوق بدن وكذلك البخاري طريق الشيخين اي وحوق بدن اختلف على ابن عفوا على ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه اسكو خلاف ابن جرج وحوري ابن ابي مليكه عن عباد عن اسماء ايوب السختياني بخلافه يريد عن ابن مليكه عن اسماء مباشره وعباد احلى كساري دار قدني ولا ويدو وحوري وقول ابن جريج أشبه بالصواب وسيد الشيخين قدورته بخاري سيد سكورية مسلمين سيد بكورية من هذا الوجب البخاري كورية بقدر لبدا إمام بين قطسيسة سيك استوار نقطي أنا قارك تام حي موقت لبدا طريق بين محفوظه لبدا طريق ب وورك دار قدني وسن حق بطنين محي إلي نك اللي هذا أيوب السختيان ولا متابعي ابن جريج هنقضى من أثبت الناس في ابن أبي مليكة ولبا واسطنا ميش هقليو والرواد وحاو سهلا واسطنا إسكتورا ننك أضوح حافظ يهي ثقاء جبلة إن واسطنا قلي بين الراويين بين الشيخين ودليل على إتقانه وحفظه وضبطه مركا أويرتا مركا وحي نقول إيسا من باب المزيد في متصل الأسانيد بين قن لكن أيوب السختياني وعباد ميش كتوري كما عند أبي داود أن يكون مرهي ميلا بضنبا يا الترمذي بقى يا نسائف الكبرى وحوي اسوق ولا يقانا ابن ابي مليكه انه ستوس اسماء حجر ويسوغنت ايوب مركه خلط لما ايمانين وانا لما تابع ولاد ليلادو سليمان محمد بن سليمان من متابعيه يا عبد الجبار ابن ورد عند احمد والظاهر مركه واسحه الوجهين والظاهر واسحه الوجهين لكن هذه لا حوق الا حوق بدن طريق البخاري مسلم دورتي دار قدنا كحو وقلنا كدوغي أي حق بدا وحوض مرك وحوى من باب الأصحي والصحيح باب الحث على الصدقة إذا حديث حوجنا يا حديث على أن صوم الرئيس قبل مسلم الدعاء وحي أن عرف ديدين عادي يدق أن أن دمينين ننك يدي هدو صندين وحبا بحين كرت ويبحين كرتا إذا صريح هذه الله يمر الملا هدي دي دعضة هيو قيحنا وحبك ما بحين كرت حوليس هدي سؤوسا دين وحبحي إيها بحين من نقوصا أوران وحي عادي رقن أهيد قبر قولو تشوكتا أي بحين كرتي يرى مسكين لو تايق جري إنا بحين كرتو أي حديث كتوصا هيا بناء على العرف والعادة غير مفسدة وإنك على سومري طيب وذلك يبقى يلي كنت كاكو بيل كدك تبشا مركز مسكين ما قال الله يري صدقكم بيوديبت ما هاد كل دي ويخلد انت قال لأن عرف وحاوي كنت قاعد يبي لوزي حيوق وحد كقاعد يكرتا ها كوني الله وكر شنطة حتى ويبدانت
شنكو وي بدنت ماكو عرفك الله فيري. طيب بركة تاسع نبي قير دقيق ويجي ودقيق وي حكم كاسكا. باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع ولا تمتنع من القليل احتقاري حبابي هاي الحث على الصدقة إن لسكبوا الريو وحبحنتا ولو بالقليل وحير بعد بحسده وحير وحلا أنبو راما ولا تمتنع كرهبتو ميسد من القليل أي من التصدق تصدق بالقليل لاحتقاره قرصات قرصانيس وحير هذا وحن محن كبحين وحن وحلا بحيو إن قد داية وحلا أنبو راما هاتي انت يرضى روحه ان حوت رئيسا بير بقبوجن يسباهن وحب هذا ذلك تبحي وي هذا ويدنا وحيرها قرصنينه بحي خير بنغنيا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ابو بكر النيسابوري اخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي أبي أبو سعيد كيسان المقبري يعني قبرها حبالها يكشقين سيساسا لغو تيري وحكلا ما عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول نبي حورن شري يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات قبلها مسلمات كو قبلها علي الرسول رمي لا تحقرن يسن قرصن جارة قبر درس لجارتها درس كيدي هدية مهدا يعني شيء متعلق بقوان هدية هدية مهدا وحي بحين يسيس قرصني لا تحقرن جارة لجارتها هدية وحد وهدية هذا يرادها قرصني مال بتكتمت سفر بتكتمت وحبات صوت قدرتي وحي يروحون كبحوي وحن هبل محن وقين انت ويرت هاي عذركم ويريا ما حبوا ترى هيا نين كنت تبي كامت تجين وي نين كنت تبي كامت تجين لا تحقرن يسن قورسن جارة قبر درس لجارتها درس كذلك لا بد معنا وضعها هي أديك قبر هذا درس قبر هذا درس كتير هذا يحكوك أنت وحاضوها قورسن المهدى إليه روح وحلو هدية والله الله الله هي كي هدينا والله الله هي أذون واحد بحنا سها قورسن أبا يرادة أذون وحلوك أنا إيمان سو ها ما شاء الله هدية في عن بات كنت خير الله كسي لا تحقرن جارة لجارتها هدية مهداة معناها سميش كجرة ولو فرسنا شات ولو كانت الهدية وحلقوسو هدية بها النقضو فرسنا شات نيف أريد إلان إشي فرسنك أسل كيسو و و وصولك جيلة يا فرسنك اللي ده أما سانتا أقولك دقين وحا دافسادة بوسنترين عقد أدن كيسا قلفتها سانتا هوسي لكن إنه ما دام هذا قيل يقولها أن شغل كلها هنا من كمهم اللي استعمال جري إلى أن ليش أرجع بال وذاته نقول فسر جري سام وأسكمت أرجع مجازا باللغة إطلاقا يتوسعا لكن فرسنك أصل جيسو جيرا إسكال اللي هذا ولو كانت الهدية هبا النقطة فرسنا شات سول جيل هالنقطة أما إلى أن ليل نف أرجع هالنقطة إلى أن ليش سلمي يقان والكيج عبد الرحمن لا وصولها رماء كم نحن كوي المار لاندش كواس كوي وعدي علانة عدي علانة ماشى نحن كوي لو المهم وادي فانتين إذن حديثكم قوحوا عضينا يا إن أنوح خير كا أما هدية دا أديق اللقوك هنا أذن قرصنين كيب بحين ينا أوصن قرصنين رواية دي حديثك عايشان عادي عند الطبراني في الأوسط يا النساء المؤمنين تهادوا قبلها مسلمات كو وحسكو هدية ولو فرسنا شات فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن نبي حور عليه الصلاة والسلام قبلها مسلمات كو حسكو هدية نيف أريا قوب كينا الله كدقى أما ديران دلبا أما راف با الله كدقى محايا إليه فإنه يثبت المودة كالقعلو أبو را وفي رواية ينبت المودة أصيب الليابة كالقعلية شعيل أي هدية كينتا ويذهب الضغائن عقد الضئيو حماها نوي وميشو كسارة منك دور قبحوه هدي يسو كوش علانية
dadonta xabad biyo baad u geysidee gaaris baan ka imid balcadaygan iska fiiri wax weyn weey wax saalan ma rumayga xabad xabad yaro cadaad dad keento waa hawl weyn ninka intan keenad wax fiican hayana ka weyn hadu hayana u bixin lahaa ninka marka rumay ku quri waay ku shiin la ku siin mahay فحديثك معناها سمرك كينية قيبتا حق عربية الحقوق ويسكو ولا دوس كره فاضين وحيليه ومن باب إضافة صفة الموصوف أمام موصوف كسبيس لو إضافة يوي يا نساء المسلمات قولي مركب بصريين يكوفيين وكيكمر مجرين وقولي بصريين جدا وحال قدر يا موصوف قوان بحال قدر يا كوفيين أيضا حوال الله بحنا سنة إذا كتهاي المسجد الجامع وكلوية نساء المسلمات وكلو وركي ابن مالكنا في ألفيتين وبناء على طريقة البصريين ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول مهما إذا ورد وأول مهما إذا ورد ولا يضاف اسم مع الله إضافيه لما به اتحد وحي معنا وحي أسوكم معنا شيء مضافك يمضاف إليه وإن كلا دوينه محير إضافه وحي إذا أما تعريف أما تقسيس وسلام ما هي مضافكم مرك واحد كان الله إضافي مضاف إليه وحي أترى مضافك إنه أما خصيصه أما أتعرفيه وقيحه هذي اللي بدأ شيء اسكم مديهين محيك الفائدة يعني. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول مهما إذا ورد وحي هذا أرقتيه إن مضاف يمضاف إليه اللي اسكو إضافي حقا إنه اسكم مده اسكم معنا هذا أرقتيه الحوق وإن أتأوشه وأول مهما إذا ورد في كلام العرب وكلام الله وكلام الرسول وكلام الودى والشعراء وإن الأوشه إذن وبناء على طريقة البصريين أملكوا فيه وحيلهم فالأمر واضح سلاسي نبت قطهاي مركب ابن ملا يا نساء المسلمات وعليسكم مجروي عرابات كان كليش الشيخان عليس ملا أنا قاعد عشر كواهي قدم ماذي درسونا عاو انتا سوكوكي والله سبحانه وتعالى عنه.